السلام عليكم، يعطيكم العافية. بحكي معكم عمر النجار من تكس الاعتماد. اليوم نحكي لكم عن سيارة سكودا أكتافيا. بالنسبة لتكس الاعتماد، لما بلش في سيارة سكودا بلشنا في 2005، لأنها سيارة كثير اقتصادية وسيارة كثير مريحة للركاب للمسافرين سواء داخل البلد أو خارج البلد، وبتتحمل ضغط الشغل الموجود في بلادنا هون. سكودا أكتافيا ميزاتها إنه داخل التاكسي وسعة مريحة للركاب لزبائننا في المكتب، وخارج البلد اقتصادية وسعة جوا، وعلى الشارع السيارة يعني كثير شادة بتكون ثقيلة على الأرض. وكأمان، الأمان بالله أأمن لزبايننا، زائد الصندوق الخلفي كثير وسيع لخدمات المسافرين والركاب اللي بحطوا أغراضهم. لما بدي اعمل صيانه للسياره اللي عندي اللي عليها كفاله مع شركه المتحده، بنزل باخذ موعد مع الشباب الصيانه تحت اللي على الريسبشن، بدخلوا السياره على الصيانه عندهم، شوفي مثلا بدها السياره من قطع ميكانيكيه خربانه تتغير على الكفاله بغيروها، واي قطعه بحطوها مع بعض الكفاله بعطونا عليها كفاله تقريبا سنه. هي كانت تجربتنا مع سكودا أكتافيا، وتقييمنا لها كالتالي: شبابية، متطورة، سيارة ذكية، واسعة وفخمة وعملية. ورمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير يا رب.